بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. الحج في القرآن، الدرس الثاني عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات إلى هذه الحلقة الثانية عشرة والأخيرة من برنامجكم الحج في القرآن، الذي تفيأنا ونتفيأ في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى فيه ظلال آيات الكتاب العزيز. يتولى ضيفنا حفظه الله تفسيرها وبيانها وبيان ما اشتملت عليه. مرحبين باسمكم وباسم كافة فريق العمل بضيف البرنامج ومضيفه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من دعوات إبراهيم المباركات أنه لما وضع هاجر وابنها إسماعيل في الوادي، وادي مكة، وولى نحو الشام، قال: من ذريتي، لأن ذريته قسمهم إلى قسمين، قسم بقي في الشام وهم سارة وإسحاق، هؤلاء في الشام، وهاجر وابنها إسماعيل أتى بهم إلى مكة، ولهذا قال: من ذريتي، يعني بعض ذريتي، وهذا كله بأمر الله سبحانه وتعالى. فلما وضعهم في هذا المكان وذهب إلى الشام، تركهم خلف ظهره بأمر الله عز وجل، ولما إنه اختفى عنهم بهضبة أو مكان مرتفع، توجه إلى البيت ودعا ربه بهذه الدعوات، من جملتها: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. هو مكة المكرمة ما فيها زرع، هي بلاد قاحلة، ولكن الله اختارها لموضعا لبيته الشريف، بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، يعني بجوار بيتك المحرم، هذه غبطة عظيمة. فكونه غير ذي زرع لكن فيه هذا البيت العظيم الذي عند بيتك المحرم، والغرض من ذلك ليقيموا الصلاة، ربنا ليقيموا الصلاة، لأن هذا البيت موطن العبادة، وأعظم العبادات الصلاة بعد التوحيد، هي الركن الثاني من أركان الإسلام. ثم دعا أنه بدل ما كانوا وحدهم في هذا المكان أن يجمع الله عليهم من الناس من يؤنسهم، فاجعل أفئدة من الناس تهوي قلوب، يعني قلوب الناس، ما هو بأبدانهم فقط بل قلوبهم، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، بدل أن كان هذا الوادي قاحلا ارزقهم من الثمرات من كل نوع، ولم يحدد ثمرات معينة، ارزقهم من الثمرات. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فاستجاب الله دعاءه وجعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا، لا يذهبون منه إلا ويرجعون إليه، ولا تطيب نفوسهم بالرجوع إليه دائما وأبدا، ترددون عليه دائما وأبدا، ولا يزال في قلب المسلم الحنين إلى هذا البيت. هذا استجابة لدعاء إبراهيم عليه السلام، تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، فدل على أن النعم تقابل بالشكر، وإلا فإن الله توعد من يكفر النعم بالعذاب الأليم، فالنعم تقابل بالشكر. نعم، أحسن الله إليكم. اشتملت دعوة الخليل عليه السلام في أول دعواته بعد أن دعا ليقيموا الصلاة، ابتدأ بالصلاة كما بينتم، أحسن الله إليكم. ما هي إقامة الصلاة؟ كيف تكون على نحوها الصحيح وثواب ذلك؟
إقام الصلاة أن تؤدى على الوجه المشروع، تكون قائمة بأركانها شروطها وواجباتها وسننها، يكملها بالسنن، هذه هي الصلاة القائمة. أما شكل الصلاة من غير أن تكمل بأركانها وشروطها وواجباتها فهي صلاة خداج لا تصلح، فلا بد من إقام الصلاة على الوجه المطلوب. كذلك تؤدى في أوقاتها، هذا من أوقات الصلاة، في من إقامة الصلاة. كذلك تؤدى مع الجماعة، هذا من إقامة الصلاة. فإقامة الصلاة ليست شكلية فقط، وإنما تقام كما أمر الله وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فتصلى كما صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هي إقامة الصلاة. نعم، أحسن الله إليكم. وفي ختام هذه الآية ختمت بالشكر، والشكر معنى من المعاني العظيمة، لا سيما وأن النعم المتوالية على العباد من ربهم جليلة ومتوافرة. نعم. فكيف يشكر العبد ربه قولا وعملا؟ نعم، الشكر يكون بالقول اللسان، ويكون بالعمل: اعملوا آل داود شكرا. والشكر كما ذكر العلماء له ثلاثة أركان: الركن الأول تحدث بها ظاهرا، قال الله جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث، تحدث بها عددها، هذا شكر لها. والركن الثاني الاعتراف بها باطنا، يعني في القلب، ما يكفي اللسان، تعترف أنها من الله، لا بحولك ولا بقوتك، وليست من غير الله سبحانه وتعالى. والركن الثالث وهو مهم جدا: صرفها في طاعة الله، صرف النعم في طاعة الله والاستعانة بها على طاعة الله. أما الذي يستعين بها على المعاصي وعلى الفسوق وعلى اللهو واللعب فهذا لم يشكرها. الذي يبددها، الذي يسرف فيها، الذي يبذخ فيها، هذا ليس شكرا لله عز وجل. فالنعم تحصى عليك وهي بحسابها، ما أعطيت إياها عبثا، تحاسب عليها. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، في الآخرة تسأل عن هذا النعيم، فيقول الله سبحانه وتعالى: ماذا عملت فيها؟ الله جل وعلا يقول للعالم: أنا علمتك فماذا عملت بعلمك؟ ويقول للتاجر: أنا أغنيتك فما عملت بمالك؟ ويقول لمن أصحه الله: أنا أنعمت عليك بالصحة فماذا عملت؟ يسألهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. مر معنا في هذه الآية وفي ويقول للمجاهد الذي يقاتل في سبيل الله: ماذا عملت؟ يعني هل جاهدت لتكون كلمة الله هي العليا فتكون في سبيل الله، أو جاهدت ليقال هو شجاع وقد قيل؟ فعلى الإنسان أنه يتذكر هذا. نعم، أحسن الله إليكم على هذا التوجيه الكريم. مر معنا في هذه الآية وفي غيرها من المواطن في حلقات سابقة دعاء إبراهيم وهو صنيع الأنبياء والصالحين من بعدهم، دعاءهم لذرياتهم ولبنيهم. اليوم بعض الآباء والأمهات أحيانا في حال الغضب وغيره ربما يدعو على أبنائه، هل من التوجيه للأبناء بتحقيق البر على أكمل وجوه حتى يتلافى غضب والديه ودعائهم، وتوجيه كذلك للآباء والمربين؟ لا بد من هذا، لا بد من الإبن أنه لا يغضب والده ويحمله على الدعاء عليه، وعلى الوالد أنه ولو غضب لا يدعو على ولده، لا تدعو عليه إلا بخير، ربما تصادف وقت إجابة فيستجاب لك كما في الحديث. فعلى الوالد أنه يصبر ويحلم على ولده ويدعو له بالخير ولو أساء إليه. نعم، أحسن الله إليكم. في ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج وفي ختام البرنامج نتوجه إلى معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، بالشكر على ما
أفاد وأجاد خلال الحلقات الاثنتي عشرة حلقة التي مضت من هذا البرنامج، فشكر الله لكم معالي الشيخ وضعف مثوبتكم وجزاكم عنا خيرا. بارك الله فيكم. والشكر في ختام هذه الحلقة يمتد إلى كافة الزملاء، فريق العمل المخرج البرنامج وكافة الزملاء العاملين معه. هذا يزيد الريش، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.